السلام عليكم. نكمل إن شاء الله رب العالمين في السبيسمن هاندلينج. تحدثنا المرة الماضية في حالة إنه إحنا عايزين مثلا نحصل على عينة من الدي إن إيه من موميا أو أي عينة أخرى، من سواء كان بلاد سامبل، سواء كان من سكين، أو سواء كان من مايس، أو من أو عايزين سيل. هذا الأمر طبعا صحيح بده دير بال، بحيث دائما الراعي يعني الايج والتايب اند الكونديشن اوف ذا السبيسيمين. هذه الامور كلها لازم تكون في الاعتبار بشكل او باخر. تمام. الشغله كمان انه احنا بده يكون الراعي موضوع الكوليكشن والترانسبورت والهاندلنج كمان في داخل اللاب بتاعنا. اذا من هذا الباب لابد يكون في عندنا مراعاه لهذا الجانب. خلينا نتطرق لنقطه هنا في موضوع السامبل. اذا كان في عندي انا على سبيل المثال انا سيلز، السيلز بشكل او باخر او التيشيو، كان بامكاننا احنا نعملها عمليه اللي هو بريزرفيشن. تمام. في داخل ريفريجريتر معين. تمام. وهذا الامر ممكن احنا نستغل هذه الخلايا لفترات طويله جدا جدا وما يصير لهاش بمعنى او باخر دمج بشكل كبير. يعني ممكن يصير في نوع من الابوبتوسيس لهذه الخلايا، لكن طبعا بنسبه طبعا قليله مقارنه مع باقي الخلايا. اذا ايش اللي بصير عندنا عندما ناخذ هذه العينه؟ طبعا سواء كان من خلايا او من تيشيو، سواء كان عينه قديمه او عينه جديده، لابد احنا نعملها عمليه بروسيسنج. تمام. او تريتمنت. اوكي. بعده مراحل زي ما نتحدث ليتر اون. تمام. عشان في الاخر نعمل عمليه اكستراكشن لهذا الدي ان اي، اذا كانت مثلا عينه قديمه او اذا كانت عينه جديده بشكل او باخر. حتمر في عده مراحل زي ما هنشوف ليتر اون. هذا الشغله. الشغله الثانيه طبعا بالنسبه لموضوع الخلايا، يعني لو انا مثلا على سبيل المثال نتطرق لموضوع خلايا بكتيريه، انا بحتاج يكون في عندي خلايا بكتيريه. هذه الخلايا البكتيريه زي مثلا بكتيريا ايكولاي، محتاج تضلها عندي موجوده، نوع معين من الايكولاي او نوع معين من خلايا ديفتيريا او انسو اون. بامكاني احتفظ في هذه الخلايا. تمام. وممكن تكون هذه الخلايا جواها في داخلها اللي هو حاجه بيسموها فيكتور، يعني زي ناقل، وفي داخل هذا الناقل. تمام. النقل هو عباره عن دي ان اي. تمام. في داخله يوجد هناك عندي قطعة الدي ان اي that we are interested in. تمام. او احنا we are need to make storage for this. اذا هذه الخلايا اللي موجود فيها التارجت تاعنا بامكاننا احنا نعمل عملية كلتشر منها خلايا البكتيريا، ونعمل كمية كبيرة. تمام. نعمل كمية طبعا كبيرة، ونأخذ هذه الخلايا اللي نامية في بروث ميديا. اوكي. وبامكاننا نأخذ من هذه الخلايا وهذا البروث ونضيف عليها جليسرول. ونضيف عليها ايش؟ جليسرول. هذا الجليسرول طبعا بدوره حيساعد بانه يمنع عمليه اللي هو الفريزنج تاع الووتر في داخل الخلايا. وطبعا احنا بنعرف لو انا جرومت خليه معينه رحت عملت لها ستور على ماينس 80. تمام. او على ماينس 20، هنا في عندنا خوف انه لما بتعمل عمليه فريزنج على ماينس 20 او ماينس 80 انه الووتر موليكيول انسايد ذا سيل ميك كريستال، وهذه الكريستال حتعمل انجر للخليه وتعملها تدمير. فهذا الاساس الجليسرول في حد ذاته بيعمل عمليه اتحاد. تمام. مع هذه الووتر موليكيولز الموجوده عندنا. تمام. بحيث انه يمنع عمليه ايش؟ الكريستاليزيشن بتاع الووتر في داخل الخلايا. طبعا عاده الجليسرول بنضاف، يعني بكون انا وانا عايز يكون عندي التوتال فوليوم 1 ملي، باخذ نص ملي عندي من البروث وبضيف نص ملي من الجليسرول وبعملهم شيكينج ويل. تمام. وبعد هيك على طول انا بعملهم جراديوال فريزنج، يعني انا الان حضرتهم في اللاب، بعد هيك بحطهم على ماينس 20 او على مثلا على الفريزر العادي على 0 او 4، بعد هيك بحطهم على ماينس 20، وبعد هيك بنقلهم فتره بسيطه على ماينس طبعا اللي هو 80، وبعملهم ستوك بعد ما انا ارقمهم واكون عارف انا ايش اللي بدي اياه في هذه الحاله. اذا هذا بشكل عام. وطبعا كمان بيقال انه انا لو انا بدي اعمل كمان اخذت تيشيو او اخذت سيلز
وعايز احتفظ فيها برضو، ممكن احتفظ فيها هذه الخلايا من خلال طبعا الجليسرول على في الليكويد نيتروجين، تمام، في الليكويد نيتروجين، وبكون عندي طبعا الدي ام اس او موليكول مركب عندي اسمه دايميثيل سلفوكسايد، برضو هذا بيساعد انه يمنع عمليه الكريستاليزيشن بتاعه الووتر انسايد ذا سيل. هذا في الحاله هذه انا بكون عارف الان صار في عندي حاجه بسموها ستوك، واللي دائما احنا عارفينه في وجهه نظر البحث او العلم الريسيرش انه اعمل دائما عمليه اللي هو بارتيشننج لمين للسبيسمن. يعني لو انا عندي مثلا كميه كبيره من هذه البروت بحطش كل بروت في انبوبه واحده، ممكن اوزعها على 10 20 30 40 انبوبه، على اساس ان لو انت رحت اخذت عينه او انبوبه وصار فيها مشكله هتعملها دامج خلاص هترميها، او في الاخر انت هتعملها ريليز او نوع من الدمج، لانه في الحاله هذه انا بكون عندي ستوك وفيش عندي مشكله لو انا تخلصت من هذه العينه اللي انا استغليتها للشغل بتاعي. وكذلك بالنسبه للخلايا الاخريات، اذا كان انت عندك خلايا مهمه بتحطها على الليكويد نيتروجين طبعا بدك تدير بالك بحيث انه يكون في برضه اكثر من اللي هو تيوب عندك، لانه انت بتحكي على خلايا مثلا كانسر انا عايز اعمل عليهم ريسيرش، عايز اعمل انفستيجيشن للبروتين سينثيسز فيهم، عايز اعمل انفستيجيشن للار ان اي اكسبريشن، فمعناته انت تدير بالك تعمل توزيع لهذه العينه على عده تيوبس على اساس تقدر تعمل بروسيسنج لاكثر من اكسبريمنت. طيب هذا جانب. جانب اخر، على فرض انا الان اخذت عينه اللي هو بلاد فور اكزامبل، تمام، وانا بدي اكون اراعي انت كمان عينه البلاد لما انا بدي اخذها ما يكونش فيها عندي انا هيموليسيز، تمام، وفي نفس الوقت كمان الكميه او طبيعه الكواجولانت الموجود عندي برضو ما ياثرش على ايش، على التكنيكس اللي انا بدي استخدمهم. اذا هذه نقطه بدي ادير بالي منها انه انا اراعي انه ما يكونش في عندي نوع من اللايسز للعينه الدم اللي انا اخذتها. يعني انا فرضا على سبيل المثال بدي اخذ عينه بلاد، اخذت عينه 5 سم 3 سم بلاد سحبتهم من جسمي وانا عايز اشتغل عليهم موضوع ريسيرش او عايز اعمل اكستراكشن للدي ان اي بشكل عام. في الحاله هذه طبعا انت لازم تدير بالك بحيث انه ما يكونش هيموليسيس في العينه، لان الهيموجلوبين والافكت سيرتين انزيم، تمام، لها علاقه في تكنيكس ذات يو ار انترستد ان. وكذلك الانتي كوجلانت لازم تراعي طبيعه الانتي كوجلانت، لانه برضه كمان في نوع من الانتي كوجلانت ممكن يعمل انهبيشن في هذا الموضوع لسيرتين انزيمز. اوكي، اذا هذا الامر احنا لازم نراعي. بقول لي انا اف ذا وايت بلاد سيل لايسيس هاز اوكي اولسو اوكيرد، يعني اذا انت مثلا صار عندك لايسيس للوايت بلاد سيل على سبيل المثال من خلال عدم استخدام سليم للانتي كوجلانت بشكل او باخر، ممكن طبعا يقلل من المنتج بتاع الدي ان اي، لانه ما دام الخلايا اتدمرت وانا عايز هذه الخلايا اللي هي عباره عن الخلايا المونونيوكليار سيلز، تمام، اللي حنتحدث عنهم يعني كمان شوي. ففي الحاله هذه اذا صار فيهم تدمير معناته انا ما قل عندي المحصله بتاعه الار ان اي والدي ان اي اللي انا بدي احصلهم، وهذا بيعطيني نوع من الفولس نيجاتيف بشكل او باخر من ناحيه كوانتيتي از ولازم من ناحيه كواليتي كمان، انه بعض الاحيان نوع من انواع الانتي كوجولانت ممكن ياثر في موضوع الانزيم اكتيفيتي لاذر بروسيجر. ايش بيجي بيقول لي هنا؟ بيقول لي انا السوليد تيشو ار بيست انالايزد فروم فريش فروزن سامبل، يعني انت الان لو كان عندك سوليد تيشو كويس انك انت تعمل له ستور وتعمل له ستوك في داخل مثلا ليكويد نيتروجين او على ماينس 80. اوكي، هيك بيكون افضل انه محفظ لك على الدي ان اي اللي انت عايز تستخدمه ليتر اون بشكل اخر. اوكي، بيقول لي سم انتي كوجولانت يوز ان بلاد اند بون مارو، يعني انت البون مارو تاعك اللي انت بدك تاخده عملت اسبيريشن للبون مارو او انت عندك بلاد بدك تراعي طبيعه الانتي كوجولانت، زي مثلا بيجي بيقول لي الهيبارين. الهيبارين بيعمل انهبيشن لمين؟ للانزيمز اللي حتستخدمها في المولكيولار تكنيكس بتاعتك، زي موضوع الدي ان اي تاج بوليميريز انزيم او ريفرس ترانسكريبتيز انزيم، هذا كله حيأثر على اللي هو الانزيمز بتاعك، فمعناته انت تجنب الهيبارين في هذه الحاله اذا كنت معني تعمل هذه الاشياء. فبقول لي مثلا دي اديتا مثلا اوكي اسيد ستريت ديكستروز اوكي
تمام، ايديتا او صوديوم سيترات مثلا على سبيل المثال، ممكن انت يعني تفضلهم عن الهيبارين اذا انت عايز تعمل اللي هو تكنيك لهم علاقه في الدي ان اي وعايز تستخدم انزيمات في الرياكشن بتاعتك. هنا بيجي بيذكر لي انه في عندنا تيبل يعني بانواع التيوب اللي انت ممكن تستخدمها. اذا كانت ريد هذه طبعا الكيمستري بكون شويه انتي كوجولانت، اذا كان في عند الصوديوم هيبرين تمام، ممكن في الاميونولوجي في الفيرولوجي نستخدمها. اذا كانت الصوديوم هيبرين برضو تكون من نوع البراون تمام، بكون هناك طبعا في الاول عباره عن فريز درايد، انا بكون عباره مش فريز، عباره عن صوديوم هيبرين موجود عندي از ليكويد تمام. ممكن نستخدمها زي سايتوجينيتكس اذا انت معني تاخذ مثلا بون مارو اسبيريشن عايز تعمل سايتوجينيتكس تشوف طبيعه الكروموسومات، ممكن تستخدم الصوديوم هيبرين. اذا كان عندك اديتا اللي هو ايتيلين داي امين تترا اسيتيك اسيد تمام، في موجوده بكلر معين ممكن تستخدمها للفيرولوجي للمولكيولار بيولوجي ستادي. ممكن عندك اسيت سيتريت ديكستروز سوليوشن طبعا بتكون انبوبه لونها يلو، هنا بتكون في البداية بيكون عندها في الأولانية الإيديتا بيكون في لافندور لون يعني قريب من شوية بعرفش إذا كان من البتنجاني في هذا الموضوع. الأسيد سيتريت يعني ممكن نستخدم برضو للمولكيولار بيولوجي تكنيكس. إذن هنا بيجي بيحكي لي نيوكليك أسيد إكستراكشن is a routine procedure، يعني الان انك بتعمل اكستراكشن للدي ان اي او للار ان اي هذا عباره عن صار روتين يستخدم في المولكيولار بيولوجي لاب للريسيرش او مثلا في الفورنسيك ميديسن. اذا الان خلينا نبسط الامور بشكل اكثر، انه احنا عايزين ناخذ عينه بلاد، فبقول لي على سبيل المثال اذا كنت عايز تعمل تاخذ عينه بلاد، بنلاحظ احنا عندنا هنا ايش بقول لي الوايت بلاد سيل سيباريشن تمام، بدك تفصلها عن الريد بلاد سيل، بدك تفصل اكثر خلينا نكون اكثر دقه، نفصل المونونيوكليار سيل تمام عن اللي هو اذر سيلز، عن البولينيوكليار سيلز وعن الريد بلاد سيل وعن البليتلتس. كمان بيجي بيقول لي اذا انت عايز تاخذ فيروس تمام، ممكن تعمل عمليه برضو اكستراكشن للفيروس من البلاد او اي بودي فلويد اخر، ممكن تعمل هذا الامر. كمان ممكن انت تفصل بكتيريا، في هناك طريقه برضه لعمليه الفصل بكتيريا وتعمل عمليه اكستراكشن للدي ان اي اللي انت عايز تطلع عليه في داخل هذه البكتيريا. اذا معناته انت لازم تعمل سيباريشن طبعا في الاول لهذه الوايت بلاد سيلز المونونيوكليار سيلز لهذا الفيروس لهذه البكتيريا، وبعد هيك عايز تعمل بريك لمين للسيل ممبرين او النيوكليار ممبرين بتاع مين بتاع اللي هو الخلايا تمام، سواء كان خلايا بكتيريه سواء كان خليه وايت بلاد سيل تمام او فيروس بارتكل تمام، لازم تعمل عمليه بريك. وعمليه البريك كانت تختلف بطبيعه الهذا، يعني انا مثلا عندي بلانت عايز اختصر اخذ منه دي ان اي او عندي فانجس او عندي بكتيريا، اكيد عندي البروسيسنج في طبيعه الريجنت اللي انا هستخدمهم فيها اختلاف بتركيزات مختلفة ببعض مواد معينة، لأنه كل سيل ممبرين يختلف عن الثاني من باب التكنس ومن باب الريجيديتي بتاعته. هذا الكلام لازم يكون عندنا في البال تمام، فأنا بدي أراعي هذا الجانب وبعد هيك أعمل عملية اللايسز بتاعتنا. بعد ما تعمل أنت عملية اللايسز تمام، الآن عملت لايسز للممبرين بتاع الريد بلاد عفوا للوايت بلاد سيل او ممبرين بتاع السلول بتاع البلانت او اي حاجه، بعدك انت بدك تعمل عمليه ايش بعد ما عملت اللايسز اكستراكشن لمين للتارجت تاعك دي ان اي او ار ان اي، معناته انت بدك تعمل ريموف للكونتامينيتد بروتين اذا كان عندي كربوهيدرات اذا كان عندي ليبيد الوسخ الاخر زي مثلا عندي ميتوكوندريا و و و كل هذه الاشياء انا هحاول اشيلها. اذا برضو في هناك عندي انا كمان طريقه تستخدم في اني كمان اعمل عملية اللي هي هذه السيباريشن لهذه كل الكونتامينيشن اللي انا بتحدث عنها. وبعد هيك انت بعد ما تعمل عملية سيباريشن لهذه الكونتامينيشن بده يكون عندك اللي هو طبعا مين الدي ان اي او الار ان اي، بدك تتأكد منه في شغلتين. اول حاجة بدك تتأكد منه طبعا في
الشغله الاولى انه يكون عندك كواليتي كويسه، انه انا والله في عندي بيوريتي لمين؟ لهذا الدي ان ايه، ما فيش فيه لا بروتين لا كربوهيدرات ولا ليبيد ولا في عندي مثلا الماده اللي انا فصلت فيها هذا الدي ان ايه. اذا هذا الكلام حنتطرق له ان شاء الله ليتر اون، وكذلك حنتاكد برضو انه انا ما فيش كمان عندي يعني يكون عندي كفايه، يكون عندي كوانتيتيف يعني كميه كويسه من هذا الدي ان ايه او الار ان ايه. اذا في اخر شيء انا بدي اطمئن من ناحيه كواليتي وكذلك من ناحيه كوانتيتي على المنتج اللي انا عايز اعمل له سيباريشن. وبعد هيك انت بامكانك تاخذ هذا الدي ان ايه او الار ان ايه وتعمل له ستوك عندك في الثلاجه على ماينس 20 نو بروبلم، على ماينس 80 نو بروبلم، وبامكانك تستخدم وقت ما انت عايزه، ولكن اعمل حسابك برضو كمان توزعه على عده انابيب على اساس انك ما تضلكش دائما عامل اللي هو فريز، تعمل عمليه سولفينج ديسولفينج فريزينج سولفينج. هذا الكلام بيعمل عمليه اللي هو طبعا نوع من الديناتشريشن ل اللي هو هذا الدي ان ايه، ممكن يحصل عندنا مشاكل. او اذا انت في عندك بروتين معين انت عايز تعمل انفستيجيشن له باستخدام طريقه السيبريشن لهذا البروتين، برضو العينه نفسها اذا انت بدك تضلك تعملها ديزولفينج فريزنج طبعا اكيد حيصير ديناتشريشن لهذا البروتين اللي عندنا. اذا هذه الاشياء كلها لازم انا اراعيها وانا بعمل عمليه اللي هو ايش البريباريشن للدي ان ايه والار ان ايه طبعا تاعي. بيجي بيقول لي هول بلاد مي هاف تو بي بريتريتد تو ميك نيوكليتد سيلز افيلبل. طيب ما قال الكلام واضح، وحنعمل عمليه الايزوليشن الوايت بلاد سيل مع ديفرنت دنسيتي جريدينت سنتريفيكيشن. ايش يعني هنا ايش بيقول لي؟ الان تصور في عندنا عينه الدم اللي اخذناها 5 ملي 10 ملي اوكي تمام، عايز تعمل الان سيبريشن للمكونات بتاعت العينه هذه. هذا الجانب الصحيح يعني في هناك طرق تقليدية انه انت بامكانك تروح تعمل عملية تدمير لخلايا الريد بلاد سيل في البداية تمام، تعمل تدمير لايش للريد بلاد سيل، تعمل عملية لايسيس باستخدام طبعا بعض من الريجنت اللي يعني احنا الان مش في طور نحكي عنهم، زي مثلا الـ NH4Cl على سبيل المثال. ممكن نستخدم بعض احيان NH4HCO3 معاه باضافه بعض من المواد الاخرى، وفي الاخر احنا ممكن نعمل عمليه اللايسز لمين؟ للريد بلاد سيل، لانه انا ما بديش ريد بلاد سيل، ريد بلاد سيل طبعا ما فيش فيها جينيتيك ماتيريال. لكن الان احنا الشيء الكويس طبعا الان في عندنا طبعا كيت، الكيت موجود وهذا فيه ريجنت بيحاول يتخلص لي من كل الاشياء اللي انا ما بديش اياها في العينه اللي انا بدي اخذها اللي هي عينه الدي ان ايه او الار ان ايه في الاخر. ففي عندنا يعني شيء كمان غير الكيت هذا، طريقه بسموها فيكول جريدينت سنتريفيوجيشن. يعني ايش اللي بصير عندي؟ انه انا عينتي اللي بدي اياها بدي اروح احط عينه الدم اللي انا سحبت اعتبرها 5 ملي او 10 ملي، بدي احطها مع فيكول. الفيكول هو عباره عن هايلي برانشد سكروز بوليمر ذات داز نوت بنتريت بيولوجيكال ميمبرين، يعني عباره عن ماده تمام من السكروز برودكت تمام من البوليمر، وهذه بتعمل عمليه جريدينت سيبريشن، بمعنى انه هذا الفيكول هيعمل لايرنج لمين؟ لا الكومبوننتس بتاعت عينه البلاد، سواء كان ريد بلاد سيل وايت بلاد سيل بوليمورفو نيوكليير سيلز مع بليتلتس هيقعدوا لي في مكان معين، وماده الفيكول اللي انا اضفتها تمام هتفصل لي اللي هو هذه الاشياء اللي ذكرتها الان عن مين؟ عن المونو نيوكليير سيل. اللي هم ايش المونو نيوكليير سيل؟ اللي هم البي سيل التي سيل تمام المونوسايت، هياخدوا ايش لاير ما بعد الفيكول، وبعد هذا اللاير طبعا بيكون عبارة عن زي نوع من كلاودي او تيربد موجودة على سطح الفيكول، وبعد كده بيجي عندنا البلازما زي ما هنشوف في الصورة. وهذا الكلام طبعا بيجي بعد ما احنا نخلط التنين مع بعض او نحطهم مع بعض ونعمل عملية سنترفيوجيشن تمام، سنترفيوجيشن لمين؟ للعينة.
خلينا نطلع هنا في هذا الجانب. العينة الأولى هي التيوب، في عندي فيكل، أنا حطيت عندي فيكل، اعتبر أنا حطيت عندي قول 10 ملي فيكل، وبعد هيك بروح بجيب 10 ملي بلاد وبحطها على الفيكل دروب باي دروب، على أساس ما يصيرش يعني ميكسينج ما بين الفيكل وما بين مين البلاد، تمام. وحصلنا في الآخر إلى فيكل زي ما احنا شايفين في الصورة، وإيش اللي هو عندي البلاد. بعد هيك ايش تروح تاخذ العينه هذه الموجوده عندك، سواء كان عندك عينه تنتين 10 بدك اياه، على سنترفيوج. طبعا هو ممكن يكون انبوبه اصغر اذا كانت كميه البلاد اصغر. الفيكل الان بعد ما حطينا العينه هنا زي ما احنا شايفين في الصوره في الانبوبه الثانيه، بنعمل عمليه السنترفيوجيشن، تمام. والسنترفيوجيشن عند تقريبا 5000 لفه بير مينت لمده مثلا 5 دقائق، تمام. فبيحصل عندي نوع من اللي هو اللايرز. الان حيكون تحت هنا طلع المؤشر عندي الريد بلاد سيل وعندي البوليمورف والنيوكليار سيل، الوايت بلاد سيل والبليتلس كلها اجت في هذه المنطقه. المنطقه اللي بعد هنا في الاعلى بيكون عندنا ماده الفيكول، تمام. ماده ايش؟ الفيكول الشفافه اللي هنا على سطح الفيكول هنا، هذا الوسخ الاصفر بكون عبارة عن ايش؟ عبارة عن اللي هي المونونيوكلير سيل، عاملة زي الدبرس زي الغبار، حبيبات، تمام. هذه الحبيبات هي الخلايا اللي انا بدي اخذها، وفوق منها ايش؟ اللي هو عبارة عن البلازما، تمام. اذا بعد هيك ايش باجي؟ بروح انا باخذ بدخل اللي هو عبارة عن بيبت، وبانزل البيبت الى ان اصل الى منطقة الحبيبات هذه، وباحاول اعملها اخذ، اعملها سكشن، تمام. وبنقلها على انبوبة جديدة. هيك ايش انا اخذت؟ انا اخذت المونونيوكليار سيل. الان كمان بدي اتطرق يعني بين قوسين. الان المونونيوكليار سيل هذا انا قلت عنها عبارة عن بي تي سيل مونوسايت. بامكانك انت اذا انت معني في الريسيرش تاعك تاخذ الخلايا التي سيل من هذه المونونيوكليار سيل، تاخذ البي سيل، بامكانك تاخذ. احنا الان مش في طور نحكي كيف ناخذ، لكن بامكانك تفصلها. المونوسايت برضه بامكانك تفصلها، واضح. وهذا الكلام في موضوع الريسيرش، تمام، بشكل او باخر. لكن احنا هنا هدفنا ان ناخذ الخلايا هذه وعايزين نعملها لايسز، لانه عايزين نعمل في الاخر اكستراكشن للدي ان اي تاعنا او للار ان اي تاعنا، او لا مثلا بدي اخذ البروتين لايسيت. وطبعا كل واحده من هذه الاشياء طبعا اكيد الريجنت اللي هتستخدمه في عمليه الاكستراكشن ممكن يختلف، طبعا اكيد من الى، ممكن اختلاف في تركيز بعض من المواد او اضافه مواد اخرى تختلف. طيب هذا جانب. اذا هذا الكلام نحكيه احنا على خلايا الموجوده عندي انا كماي اون بلاد كانسان. لكن بعض الاحيان ممكن يكون عندي بكتيريا زي ما ذكرت، او ممكن يكون عندي مش بكتيريا، يكون عندي مثلا بلانت. اذا برضه هدول لهم معالجه، تمام. فبيجي بيقول لي نوت، اعمل حسابك اذا كان عندك بكتيريا او عندك فنجس، تمام. هدول بدك انت تعمل ريليزنج او تعمل تكسير اللي هو بشكل مختلف عن الوضع الطبيعي. طبعا اكيد في عندك هيكون انزيمات زي مثلا لايسوسوم، لايسوزايم، زايمولايز انزيم، على اساس ايش؟ يعمل تحطيم لمين؟ للسيل وول الموجود عندي. كمان بدك ممكن انت تحطمهم من خلال جريندنج، يعني عمليه طحن. بيحصل هذا الكلام، يعني ممكن انا اطحن الخلايا بشكل او باخر، اعمل ديجريديشن لهذه الخلايا، تدمير. لكن ممكن يضل الدي ان اي في الحاله هذه ميكسينج من خلال بيدز معينه فيها، نعمل ميكسينج ويصير في تحطيم للسيل وول. كمان انت بدك تضيف حاجه بسموها اس دي اس، تمام، صوديوم ديدوسيل سلفيت مع ان اي او اتش. حنعرف ايش وظيفه الاشياء هذه ليتر اون. وكذلك في عندك تريس بفر، بفر اسمه تريس بفر، تمام، لازم يكون موجود. هذا حنستخدمه سواء كان لخلايا الانسان او البلانت او هلم جره. وايديتا حنستخدمها برضه في موضوع الانسان، حنحكي عنه ليتر اون. وطبعا بيجي بيقول لي اذا انت معني يكون عندك بدك تستخدم للبلانت، في عندك بدك يكون عندك سكروز او ديترجنت ترايتون اكس 100، هذه انواع من انواع الديترجنت، اوكي. يعني هو انا بحكي لي عن المكونات، وبعد هيك بده يكون عندك اللي هو الكحول عشان تعمل بريسيبيتيشن لمين؟ للدي ان اي. هذه اشياء انت بتكون في خلفيه مخك ايش موجود عندي انا خلايا انا عايز اعملها لايسز، تمام، في هذا الامر.
وبعد ما تعمل لايسز للممبرين بعد هيك بدك انت تعمل ايش ريليزنج لكل المكونات اللي انت مش عايزها زي مثلا البروتينات الليبيد الكربوهيدرات هذه الامور كلها انت في الحاله هذه ايش مش عايزها. تمام. اذا هذه الاشياء ممكن تستخدم بتراكيز مختلفه بديتيرجنت جديده بنضيفها لو انا عايز مثلا اتعامل مع بكتيريا او عايز اعمل اكستراكشن للمكونات بتاعت البكتيريا في حاجه اسمها بلازميد او الدي ان اي بتاع البكتيريا. احنا حديثنا حيكون اكتر على اللي هو مين الدي ان اي بتاع الهيومن اللي حنشتغل عليه. كمان بيقول لي بعض الاحيان انت ممكن تضيف دي ان اي اكستراكشن مع الان اي او اتش طبعا تعمل له على اساس في بعض الاحيان تحصل سنجل ستراند دي ان اي. يعني بعض الاحيان انت ممكن تفكر انك انت عايز تعمل سيكونسنج ممكن تضيف ان اي او اتش عشان تعمل دينشريشن لمين للدبل ستراند بتاع الدي ان اي ويكون عندك سنجل سيكونس وتعمل سيكونسنج يعني عمليه ايوه معرفه تسلسل النيوكليوتايد. او مثلا انت في الحاله هذه طبعا بنفعش انت تروح تعمل كت مع ريستريكشن انزايم. ليش؟ لانه الكت انزايمز او ريستريكشن انزايمز بتقطع دائما الدبل ستراند بشكل او باخر المتعارف عليه. فعشان هيك انت بدك تراعي ايش طبيعه التكنيك اللي انت بدك تستخدمهم على هذا الاساس بدك تعاير ايش طبيعه الدي ان اي الموجود عندي في اي صيغه من الصيغ بتاعته. اوكي هذه نظره عامه على ما احنا بنتصور يكون عندنا في تعامل مع اللي هو الخلايا. نيجي الان لطبيعه العينه اللي احنا اخذناها. نعتبر العينه اللي فرجيناكم اياها الان اخذنا بلاد وعملنا سيبريشن على الفيكول واجت اللاير تاعتنا واخذنا هذه اللاير وسحبنا اللاير وعملنا ووشنج بالسلاين وعملنا ايش سنتريفيوجيشن ورمينا السلاين وضل عندنا ايش الخليه عفوا اللي هو مين الخلايا الموجوده. الان اذا انت الخلايا ايش اللي بدك اياه من هنا؟ انا الخلايا بدي الدي ان اي او الار ان اي. اذا انا الان تعبان بديش اشتغل بدي اروح بامكانك تاخذ الدي ان اي هذا وعلى طول تعمل له فريزنج مثلا على ماينس 20 الخلايا وممكن تيجي ثاني يوم تشتغل وتبدا تعمل الاكستراكشن بتاع مين الدي ان اي من هذه الخلايا او انت مباشره عايز تعمل. في عندنا الان نعتبر احنا عايزين نشتغل في عنا DNA Organic Isolation. DNA Organic Isolation لأن أنا هستخدم Organic Material في عملية Separation للمكونات Contaminated زي بروتين Carbohydrates Lipid عشان هيك يسموا هذا الموضوع بالشكل هذا. طيب فبقول لي أنت لازم تراعي في عندك هيكون Salt هيكون عندك pH طبعا في عندك Buffer لكن pH تعته Low عندك اورجانيك ميكسشر فينول كلوروفورم هذه اشياء موجوده حتعرف ايش الفانكشن تاعتهم جاست وي. طيب اذا في البدايه حيكون عندنا بروتوكول في سيل لايسز ستيب اذا لازم اعمل لايسز الان للخلايا. الشغله الثانيه بدي اعمل انزيم تريتمنت تمام غير بعد ما اعمل لايسز اعمل انزيم تريتمنت وبعد هيك اعمل عمليه بريسيبيتيشن تمام اعمل عمليه ايش precipitation. إذن في الآخر أنت هتعمل precipitation إنك أنت تحصل الدي إن إيه أو الآر إن إيه بتاعتك. خلينا نمشي شوية. بقول لي breaking cell the cell open commonly referred as cell disruption. عملنا خلل في الخلية عشان يكون دي إن إيه الآن معرض. إذا ممكن أنت تعمل grinding sonication بعض أحيان إيش يعني grinding طحن او سيروكيشن بتعرض اللي هو لموجات صوتيه العينه تاعتك فبيساعد في تكسير اللي هو السيل ميمبرين هذا من اشياء او بتضيف ديتيرجنت عشان تعمل سيل لايسز ها تمام او انت طبعا تضيف هذا الامر البريسيبيتيشن تاعك بقول لي كمان بدك تدير بالك في البريسيبيتيشن بدك ايثانول وايزوبروبانول تمام هذه اشياء حنحكي عنها. اوكي ليش؟ لانه الدي ان اي تاعي انسوليبل ان الكحول فعشان هيك انا لازم اراعي انه في الاخر هحصل بلت اللي هي عباره عن راسب مع من هذا الكحول واقدر اشوفه او اشتغل انا فيه بكل سهوله. تمام نيجي لموضوع السيل لايسز. السيل لايسز هنا
بدنا نعمل عملية destruction بشكل أو بآخر للخلية. خلينا نحاول إحنا يعني نختصر الأمور بحكي شوية يمكن يكون أكثر ترتيب من الكلام الموجود عندي. إيش بصير عندي؟ عادة إحنا بكون عندنا مادة، هذه المادة إحنا الخلايا ممكن نحط فيها الخلايا إذا إحنا عايزين الخلايا تظل حية متعارف عليه، بس أنا الخلايا ما بديش إياها حية، خلص أنا عملتها ترسيب وصارت عبارة عن بلت، بدي أعمل إكستراكشن بشكل أو بآخر. تمام. فإيش بيجي بقول لي؟ بقول لي إن جنرال في الآخر أنت عايز سوليوشن، هذا السوليوشن بسموه طبعا كعلم هاي مولكولار ويت سوليوشن بفر. الصحيح أنا بين قوسين عايز أتحدد إنه التكنيك اللي أنا بحكي عنه من بداية الفصل إلى الآخر، في هناك طبعا العلماء عملوا زي ثلاث يعني مراجع في 87 أذكر كانوا عندي هدول المراجع وجبتهم على عندنا في الكلية في الجسم تاعنا حطيتهم، اللي هم فيهم كيف تتعامل وكيف تحضر المحاليل وتراكيز المحاليل اللي انت عايز تستخدمهم في الطرق المولكولار تكنيكس. تمام، هذا الامر موجود اوكي في هذا الجانب، والصحيح بيعطيني دلاله يعني انت بامكانك تحضر محلول، يعني مثلا في محلول اسمه SDS صوديوم دودوسيل سلفيت، بقول لي مثلا كيف تحضره، يعني هل احضره تحت حراره، احضره في جو بارد، وقديش عندي البي اتش، قديش احط من الاسيد، احط من البيس، وهلوم مجرى. تمام، اذا كل شيء مشروح في هذا الموضوع. اذا خلينا نيجي هنا، بقول لي انت بكون عندك سوليوشن، وهذا السوليوشن بقول عنه هاي مولكولار ويت بفر التي يتشكل من التريس عليه اتش سي ال، تريس بفر. ها نعرف في عندنا تريس ايش بفر اوكي، الكالاين البيئة تشتعته تقريبا عندنا ايش عندنا 8 اوكي، اذا في عندنا تريس بفر، كما انه في ان اي سي ال، في كمان اديتا موجود عندنا في هذا البفر. اذا هذا البفر اوكي موجود في تريس ان اي سي ال بتركيز معين طبعا، والاديتا برضو بتركيز معين، يعني انت في عندك ستوك بده يكون موجود من الـ NACL من الـ EDITA من الـ TRIS buffer، بدك تأخذ كمية معينة من هذا الستوك عشان تراعي قديش في الآخر الـ final concentration لكل حاجة من هذه الأشياء. تمام، فأنا بروح بحضر هذا اللي هو هاي molecular weight buffer الذي يتشكل من الـ TRIS والـ NACL والـ EDITA. تمام، بالتراكيز تاعتهم مختلفة، وبحضر عندي أنا هذا البفر بكمية كبيرة كستوك، وبصير أخذ منه حاجة بسموها working solution. تمام، إذا هذا الكلام إحنا هنتحدث فيه. إيش اللي بصير عندي؟ بروح الآن عندي أنا بلت، مش قلنا عملنا عملية centrifugation، والبلت هذه بروح بطلعها طبعا من الثلاجة إذا أنا ما اشتغلتش فيها على طول، والبلت تقديرا ممكن بتشكل نص سنتي اذا كانت نص سنتي تقديرا اوكي، وبروح بضيف عليها تقريبا مثلا اذا كانت نص 4.5 ملي من هذا السوليوشن الخليط التي تتشكل من التريس اتش سي ال، تريس بافر ان اي سي ال وايديتا، هو اسمه تريس بافر. تمام نايس، اذا هذا التريس بافر اوكي مع اللي هو الان اي سي ال اوديتا كسوليوشن واحد، مع اللي هو قلنا ايش البلت الموجوده عندنا اللي هي بتشكل الخلايا الموجوده بدنا نتعامل معها. تمام، طيب الان انت ما قلتليش التريس ليش؟ التريس عشان احافظ لك على البي اتش. تمام، عمليه بافرنج ممتاز. طيب انت يا ان اي سي ال ايش وظيفتك؟ بقول لي هنا نوعا ما في غبش على الوظيفة، ولكن بقول لي prevent يعني بيمنع unwanted aggregation، يعني أي aggregation جانبي بيمنعه بشكل أو بآخر،
وبساعد كمان انه الـ NACL تمام موجود معايا وعنده بوزيتيف تشارج زي الـ NA، وهذا بتعرف انه في عندي انا الـ DNA اللي انا بدي اياه نيجاتيف تشارج، فممكن يساعدني في انه يعمل لي بريسيبيتيشن في الاخر لـ اللي هو مين؟ لـ DNA. هذا وظيفه. طيب الان كمان في عندنا غير الليترس عندنا NACL وعندنا كمان ايديتا، هذا كله موجود فين في هذا السوليوشن. الايديتا ايش بقول لي وظيفتك انت يا ايديتا؟ الوظيفه بتاعت الايديتا اللي هي واحده من الشغلات المهمه على اساس تعمل عمليه انهبيشن لاي دي ان ايز او ار ان ايز انزيم، لان العينه ممكن يكون فيها ار ان ايز او دي ان ايز انزيم، فالايديتا مطلوب تعمل، بمعنى ان هالايديتا بتعمل كليتنج للبوزيتيف تشارج عند حد معين بحيث تعمل انهبيشن لمين؟ لهذا الانزيم، لانه الانزيم الدي ان ايز او الار ان ايز يحتاج الى كوفاكتور بوزيتيف تشارج سواء كان كالسيوم او ماغنيزيوم تمام بشكل او باخر، فهيعملوا كليتنج وهيعمل في الحاله هذه منع، او مثلا صوديوم هياخذ الصوديوم بكميه معينه طبعا على اساس يمنع اللي هو ايش الاكتيفيشن للدي ان ايز والار ان ايز، لانه لو اشتغلوا معناته احنا شغلنا كله على الفاضي، في الاخر حيطلع عندك دي ان اي مدمر. تمام، اذا الان فهمت، اخذت قول 4.5 ملي من هذا السوليوشن، وبعد هيك بتروح بتضيف 50 مايكرو. انا بقول لك تقديرا اشياء تم عملها او اشتغلتها بيدي في هذا الموضوع. عندنا حاجه بسموها اس دي اس. ايش يعني اس دي اس؟ اللي هو عباره عن ماده اسمها صوديوم دودسيل سلفيت، هو عباره عن ايش هذا؟ عباره عن ايونيك ديترجنت تمام، مهم في انه يعمل لي بريكنج لمين؟ للممبرين بتاع الخلايا. اوكي، هذا الديترجنت. اوكي، از والاز ايش في عنا؟ بنضيف، قلنا بنضيف كمان قول 50 مايكرو لتر من ال 10% اس دي اس. بحضر انا اس دي اس طبعا، بدها تدير بال تحضيرهم كمان. اوكي، وبنضيف الانزيم بتاعنا اخر اسمه بروتينيز كي. تمام، اذا وكانه الان بدنا نضيف هذه الاشياء مره ثانيه، اعيدهم. البلت يكون موجود عندي السوليوشن هاي مولكولر ويت سوليوشن التي يتشكل من تريس اتش سي ال وان اي سي ال واديتا. تمام، وبعدك في عندنا بروتينيز كي، وعندي اللي هو ايش الاس دي اس، وعرفنا ايش الفانكشن بتاعت الاشياء هذه. بروتينيز كي ايش وظيفتك انت يا بروتينيز كي؟ البروتينيز كي بيساعد انه يعمل ريموف كمان للدي ان ايز والار ان ايز، از والاز بيشتغل از بروتييز انزيم ذات كليف ذا بيبتايد بوند بتاعت البروتين، لانه عايز يتخلص منك انا يا بروتين. واضح؟ هذا شغله. شغله ثانيه، لو انا مثلا تعاملت مع سكين، لو انا بدي اخذ دي ان اي من سكين او من التيل بتاع مين؟ بتاع على سبيل المثال فار اللي هو عندنا المايس. اوكي، هيحصل عندي يكون في كميه كيراتين الارض. تمام، في الحاله هذه وجود البروتينيز كي بيساعد انه يعمل لي هيدروليسيس لمين؟ للكيراتين. تمام، في هذا الامر. اوكي نايس، اذا الان صار عندنا اللي هو ايش سوليوشن من يتشكل من البلت هاي مولكولر ويت سوليوشن بروتينيز كي تمام والاس دي اس 10%. اوكي، وبروح بعملهم انكيوبيشن على درجه حراره تقديرا 56، لانه هذه بتكون اوبتيمال تمبرتشر لمين؟ للانزيم بتاعنا البروتينيز كي. لو انا عليتها في الستينات بعرف انه حيصير له انهبيشن، اذا هذه مناسبه على 37. اوكي بيشتغل لكن باكتيفيتي اقل. تمام، وبنعمل انكيوبيشن.
اذا انا في عندي اخر النهار بدي اروح ممكن احطهم في الانكيوبيتر وثاني يوم اجي نو بروبلم، او استني مثلا ساعه ساعتين اعتمادا على قديش في عندي كميه بلت، او اذا كان عندي والله انا بتعامل مع تيل بتاع مايس على سبيل المثال. اذا ايش الهدف من هذه الخطوه؟ الهدف من هذه الخطوه اللي انا عملتها اني انا عايز اعمل لايسز واعمل كمان ديستراكشن للبروتين واعمل لايسز للممبرين، تمام، بحيث انه الان يصير في عندي خليط ما بين الدي ان اي تاعي والار ان اي والبوليسكرايد والليبيد والبروتين، وحيكون عندي السوليوشن كله عباره عن هوموزايغوس او عفوا هوموجينيوس، تمام، ما فيش لا بلت ولا اي شيء، كله عباره عن محلول انا طبعا موجود في داخل الاشياء كلها اللي ذكرتها هذه. لكن انا في الاخر انا بدي ايش؟ انا عايز الدي ان اي، انا عايز او الار ان اي. اذا هذه الخطوه الاولى في هذا الامر اللي هو عباره عن عمليه ايش؟ الانزيم او اللايسز ستيج او انزيماتيك ستيج في عمليه التريتمنت. وضحت؟ الان اذا قلت انا في عندي خلايا بلانت بتاعت مثلا عندي فانجس، في عندي اختلافات في الديتيرجنت من ناحية تراكيز، ديتيرجنت أخريات، إنزيمات أخريات، طبعا يختلف من إلى، لكن أنا حديثي هنا كان مركز على موضوع عفوا اللي هو خليط البلاد أو عينة البلاد اللي أنا سحبتها مني أو من المريض بتاعي. هيك إحنا إن شاء الله على أساس بديش يعني يطير الحديث، بنقف عند هذه الخطوة، تمام، أوكي، وحاول نقرأ الكلام الموجود عندنا طبعا هنا، أوكي، إلى أن نصل إن شاء الله إلى النقطة الأخرى في موضوع الفينول كلوروفورم إكستراكشن. إذن هذه الستيب نمبر 2. الحلقة القادمة إن شاء الله والمحاضرة القادمة نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.